جاتي فيديو جديد، نهار جديد، روتيني اليومي جديد، حياتي اليوميه جديده. اما هي رافقوني اليوم حبيباتي، اولا تنبغي نشكركم على الدعم ديالكم معايا، شكرا لكم على لي كومونتير الغزاله اللي كتعطيوني في محتوى الموضوع، شكرا لكم على لي بارطاج، شكرا لكم على لي جيم لي لايك، شكرا لكم لي زابوني اللي كتزادوني، شكرا لكم على كل شيء. نطلب من الله سبحانه وتعالى نكون في القمه، نكون في الحاجه اللي نتوما حطيتوني فيها حبيباتي. كنحماق عليكم، نموت عليكم. فرقعوا لي داك الجرس، شرشموه، هرسوه، فرقعوه باش يجيكم دائما الجديد ديالي ديال قناه جليله ام زولا. حبيباتي كنبغي نترحم على ستي الغماري، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يجعل ماتوه الجنه، الفردوس الاعلى، الجنه باذن الله. الله يصبر ميمته ويصبر مرته ووليداته ووليده ويصبرنا احنا عليه. كان انسان خالق طيب، انسان في المستوى رائع، خلى واحد البصمه، واحد البصمه هائله، واحد البصمه زوينه، عطانا كيفاش نتعاملوا مع اولادنا، كيفاش نتعاملوا مع هذا الكوفيد. والله يهدينا، الله يهدينا على نفوسنا، والله يرحمه ويوسع عليه ويجعل ماتوه الجنه. الدليل على انه انسان خالق وطيب ومزيان، مات نهار الخميس وتدفن في الجمعه. حبيباتي بغي كلكم تدعوا معاه، ماشي غير المغاربه، ضعنا فيه حنا كلنا المغاربه والعالم، نبغي كل شيء العالم يترحم على السي الغماري، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر ميمته ويصبر داويه ويصبر العائله ديالو وجيرانه وصحابه وكاع الناس اللي كيعرفوه. كما حنا ما عندناش فيه واحد الصيله اللي قريبه، ولكن الصيله اللي كتجمعنا به كنشوفه يوميا كانه عضو من العائله ديالنا، كانه واحد من افراد العائله. كل نهار كنشوفوه في التلفازه، في النصائح، في السوشيال ميديا، في الانستغرام، فيسبوك، واتساب، في المواقع التواصل الاجتماعي كامله، في اليوتيوب ديما كنشوفوه كينصحنا كيفاش نتعاملوا مع وليداتنا، كيفاش نتسايروا مع هذا المرض، كيفاش نتسايروا مع هذه الحياه. الحمد لله، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر الوالده ديالو ومرته وخوته وعائلته، وحنا اللي تا هما عائلته اللي ولفناه ديما كيكون معنا كيكون معنا دائما في الاخبار، دائما كيعطينا نصائح، الله يرحمه ويوسع. والله القسم حبيباتي، الموت الغفله دات شباب في هذا الوباء، دات شباب، دات ناس، دات يعني ماتوا ناس صغار، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى اللي جابهم لهاد الدنيا بغاهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم، يرحم السي الغماري ويرحم جميع موتانا المسلمين والعالمين اجمعين. بغيت كلشي يترحم عليهم. حبيباتي بغيتكم كلكم اليوم تدعيو مع الوالد ديالي بالشفاء العاجل، وكاع اللي مرادين بهذا المرض، هذا البلاء، هذا الوباء، اللي مريضين بكوفيد 19، الله يشافيهم ويعافيهم ويشافي جميع المسلمين والعالمين اجمعين، جميع مرضى المسلمين اللي مريض باي مرض. يا لطيف لطف بينا، والله يرحمنا، الحمد لله على هاد الشتا اللي صبات. حبيباتي نتوما مرافقين، نمشي نصاب الوالد واحد العصير نديه ليه. هذا عصير ديال سيترون ديال الحامض اللي غني بلا فيتامين سي. حبيباتي كتاخذوا الحامض كتقطعوه طريفات وتحيدوا منه العظام كاملين وداك الجلفه البيضاء والصفراء، وديروا مثلا يطرو ديال الماء بنص كيلو ديال الحامض، باش كيجي كونسونطري، كيجي زوين، كيجي واعر فن في هاد كوفيد، في هاد الرواح، في هاد البرد. ناخذوا الليمون اللي فيه لا فيتامين سي، ناخذوا الحامض اللي فيه لا فيتامين سي، ناخذوا الكيوي اللي فيه لا فيتامين سي، الماندالين، ناخذوا جميع الديسير اللي غني بلا زنك. الزنك شنو هو؟ تيكون مثلا في الرمان، في الكيوي، في الحامض، في الليمون، في الاشاص، في التفاح، البنان، كاع الديسير اللي كيكحل راه غني بالفيتامينات وفيه لا زنك. ولكن حبيباتي اللي مريض بالسكر ولا مريض بشي مرض، المهم السكر ما يكثرش من البنان، ماشي مشكل، الحامض طحنوه، ياخذ الانسان يعني كاس كبير في الصباح ويعني مع ديك 8 الليل، ماشي حتى يبغي ينعس، لان لا فيتامين سي كيحيد
كيطير النعاس حبيباتي. هذا هو الحامض ديالنا، قطعناه وجدناه درناه مع الماء باش غادي نطحنوه، وكيعطي واحد اللي يجي غزال واعر زويون. ما كرهتش كلشي يديرو، يعني ماشي غير مالادي ديال كوفيد للرواح في هذا البلاء، هذا الوباء، في هذا الوقت هادي حبيباتي، في هذا البرد. يعني كثروا من الحامض، كثروا كثروا كثروا، ديروا، راه ما يعني غينفعكم ما غيضركمش، يعني ما غاديش يضركم نهائيا، غادي ينفعكم للذات، وكيعطي واحد لينيرجي، واحد القوه. حبيباتي الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين ويشافي جميع عباده. حبيباتي والله هذا المرض راه خطير بزاف، ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم حبيباتي ردوا بالكم. والله حنايا كنا يعني ما كنمشي، ما عمرنا سافرنا، يعني حدنا حد غير هنايا في سلا والرباط صافي، ولا مشيت عند دارنا تم العائله زعما اشتقنا ليها، والله توحشناهم، والله ما كنا كنمشيو عندهم. ورغم ذلك راه صبنا به والحمد لله على ما قسم الله، الحمد لله. الوالد ديالي دابا هو مريض طريح الفراش، دعواتكم معاه الخير. غير كنوض في الصباح كنصاوب ليه هذا العصير ضروري، كنصاوب داك يطرو كنديه ليه كينفعو كياخذو وكيشربو، يعني زوين بزاف. واخا هو يعني ما كيقدرش يشرب الماء بزاف، ولا كنقول ليه با ضروري تشربو، شرب العصير الوالد شربو، راه مهم للذات مهم. ولا مسكين كيقول يا خوي ليا كاس كبير، كيهبط عليه كيشربو. كنطحنو داك الماء والحامض، كنطحنوه كنصفيوه حبيباتي، كندوزو نصفيوه نصفيوه مزيان، نصفيوه 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 حتى كيعطي واحد اللي يجي خاطر وزوين. ماشي تقرطو ديرو الماء بزاف والحامض شويه، كي قلت لكم يطرو ديال الماء في نص كيلو الحامض، بغيتي تدوبلو الكميه دوبلوها، راه كيخرج تبارك الله، لان الحامض موجود دابا فيه الماء وغزال. كان ب 10 دراهم دابا ولا ب 4 دراهم الحمد لله. والمندالين تاهو كولو المندالين، وكولو الليمون الكبير كولو تاهو، لا الصغير ولا الكبير كولو. كول الكيوي، لقيتو الكيوي تاهو قطعوه رونديلات حبيباتي، وديروه مع الياغورت، كنديرو الوالد مع الياغورت بالسوس، الرمان مع الياغورت تاهو راه كيدوز زوين. وبعدهم السكريات، راه العصير اللي كنقول لكم عليه راه بدون سكر حبيباتي، راه ما فيهش سكر، كتصفيوه هكا تصفيوه راه كيجي غزال هائل حبيباتي. مرحبا بكم في هذا الفلوق معايا، ترحمنا على السي الغماري، طلبت منكم امرا وليس فضلا حبيباتي، فضلا وليس امرا، سمحوا لي قلبتها. ندعوا بالشفاء العاجل الوالد ديالي، الله يخليكم ليا، لسان ما في عظم، دارو الانسان كيبغي يقول هادي كيقول هادي، هو لي جي ديالنا وجد. بحال واحد الانسانه وحده كتخلي لي كومونتير دائما، كتقول لي كتكرر الهضره كتعاوديها، راه ضروري غادي نكرر الهضره وغادي نعاودها وغادي نهضر وغادي نقول، لان راه الفيديو مثلا فيه 12 دقيقه شنو غتقولي فيه، راه ضروري غتهضري وتكرري باش توصلي المشاهد، توصلي ليه الكلام اللي بغيت تقولي، توصلي ليه المحتوى ديال الفيديو ديالك اللي بغيت تقولي. ها هو العصر ديالنا وجد، ها هو. والله انا بعدا غنهبط على هذا الكاس، هذا عاد الاخر نعطيه لابي حبيبي. والله حبيباتي ما كذب عليكم، انا مرض ليا الوالد ديالي، راه مرض في العقل في الجسم ديالي، بغيت نحماق تنقول يا ربي المرض انا ما مرضش با، يا ربي خذ من عمري طول في عمر با. والله القسم من احسن حاجه في هذه الدنيا كتبغي تشوفها هي والديك. مشيت لدارنا حيت اليوم الجمعه كنتجمعوا، واخا هذا البلاء هذا الوباء، لان حنا ديجا كنا ديما مجموعين خارطين مع بعضياتنا، ومرضنا كنا مرضنا، لا انا لا راجلي لا ولدي لا بنتي لا امي لا خوتي لا ولاد اختي كنا مرضنا. واخا جينا الجمعه عند ابي، هو داير الحجر الصحي في الدار الفوق بوحديه، وكطلع عنده اختي سميره مقابله الله يخليها لنا الله يسهل عليها، وهي اللي معذبه معنا ومكرفصه، زادت تكرفصات في هذا الوباء اكثر، الله يشافيها حتى هي، والله يخلي لها وليداتها، والله يخلي لنا امي الحنينه الله يخليها لنا. ونتجمعوا كنا دابا حنا كلينا الكسكس،
احنا دابا كنوجدوا الغداء ديال الوالد ديالي اللي هو ديما وعرفتو ما كياكل السكسو، كنديروا ليه الروز، مي دابا خاصو لا فيتامين لا زنك، حتى هو موجود في الحوت. الحوت يعني الميرنا، الكروفيت، شنو درنا ليهم؟ كديريهم بالزبده او زيت بلديه، كتحطيهم في المقله هكا 3 دقائق وكتعاودي تقلبيهم صافي. من الاحسن الملحه ما ديروهاش صافي. الحامض درنا هكا القزبر شويه البزار صافي، والروز سلقناه ودوزناه في داك المقله في داك الشويه ديال داك الختوريه ديال الحوت وديال اللقامه، دينا جبناه فيها ودرناه ليها هكا بزلافه. عليك يا ربي غير ياكل، لان الماكله ما بقاش كياكل نهائيا قليل. وجبنا حليوه لبنتي لان حبيبتي انا راه كنت عواله غندير حلوه ديال اليوتيوب، كاع البنات كيديروها ملي كتفعل ليهم القناه كتوصل المبتغى ديالهم. شكرا لكم. وبنتي مسكينه ديما ما عندهاش الزهر، مي قالتك ماما انا ابي بالدنيا احسن ليا من عيد ميلاد، احسن ليا من كل شيء. جبنا لها غاطو كوم توجور، جبنا لها حلوه، خدينا غاطو صابلي، خدينا حلوه لا كريم حبيبتي، خدينا لي صابلي، خدينا بلاطو اللوز، ودوزنا لها واحد السويعه، واحد السويعه هكا تصورات وداك الشيء صافي. كانوا غير ولاد اختي اللي هما كاينين في الدار مع با المخالطين، يعني ما جاوش ولاد اختي الاخرين، الله غالب. ما والله حبيبي سمحوا لنا ما لقيناش كي نديرو. ان شاء الله يبرا الوالد ديالي ان شاء الله باذن الله يا ربي، ويبعد علينا هاد البلاء هاد الوباء، تقاد امورنا في هاد الدنيا وترجع كي كانت. وغندير لكم كاطو كبير ديال اليوتيوب، ديال اليوتيوب ان شاء الله حبيباتي، ونديرو شي حفله كبيره، نتجمعوا كنا لا فامي وكاع الناس اللي ساندوني في القناه ديالي ومسانديني في الحياه ديالي. الله يخليكم ليا كلكم، ديما معاونيني بلي بارطاج، معاونيني بلي كومونتير غزالين من عندكم، معاونيني بلي جيم، فرقعوا الجرس، هرسوا الشرش، ما يجيكم دائما القناه ديال جليله ام زوز، يجيكم دائما الجديد ديال القناه جليله ام زوز.